السلام عليكم. عندنا اليوم يا جماعة زي ما تشوفون في العنوان نمط البعلك يا بيعان والمكش. الله 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 يسلمني والله يا شيخ. عموما يا جماعة اليوم راح نسوي نمط المهنة. كثير ناس طلبوا مني وفي آخر مقطع التوب كومنت وأكثر كومنت يعني على لايكات كان سوي نمط المهنة، فأبشروا من عيوني. فبسم الله يا جماعة ندخل مهنة المدير. أوكي، عندنا الأرسنال هنا. سألتني في تويتر وإنستغرام إذا ما متابعني تابعني، يعني أنزل لك كل يوم ولا تتابعني ولابس لك ثوب يعني مكشخ لك ما له صراحة آدم بس يعني. عموما سألت اللي في تويتر وإنستغرام وأغلبهم قال إن يونايتد. استغربت الصراحة، توقعت بيقولوا تشيلسي بيقولوا زي كذا، بس يلا يونايتد حلو. طيب يا جماعة زبطنا شكل المدرب وكل شيء، اخترنا الجلسية والاسم، يلا تم يا حبيبي. أفا حسبت اللي بدخل. مبروك آدم، تم الدعوة وشاركة بالدورة. أوكي تقدم أكيد أكيد في دورة. أوكي خلينا نشوف جوائز. شكله هذا كاس ودي فناخذ الاكثر فلوس 13 مليون. يلا دخلنا يا هو، اخيرا دخلنا يا جماعه. يا لبيه لبيه، هي الكارير يا سلام. طبعا اول ما يبدا يا حبيبي على طول روح المكتب وبيع لك كم لاعب، والبيع اللاعبين خلينا ببيع كل اللاعبين الكبيرين ببيعهم. على حد علمي يا جماعه ان اي لاعب فوق الثلاثين مثل كاريك مثلا تنقص طاقته حبه حبه، فراح ابيعهم على حد علمي. ما ادري بصراحه اذا صحيح او لا. ابره عمره 34، وش رايكم يا جماعه؟ ابره عمره 34، فاتوقع ان في احتمال كبير انه تنقص طاقته. فاكتبوا لي في الكومنتس هل ابيعه او لا، لان الصراحه مره محتار. قوه 90 بس كبير كبير مره. اشلي يونغ معليش بيعه يا حبيبي. اعاره حطيتها انا ولا وشو؟ اشلي يونغ اضافه لقائمه الانتقالات. شفاينشتايجر طبعا عمره 31 معليش ايش فايني. طيب روني بعد بيعه يا حبيبي. اي لاعب كبير ببيعه. طيب هذولي ودهم اعاره. اعاره موسمين، اعاره موسمين، اعاره موسم، اعاره موسمين. طيب هذه التشكيلة يا جماعة اللي عندنا. خيب أغيرها أول شيء، بحطها 4-3-3. 4-3-3 هجومية يا حبيبي. حط هنا بوجبا. بوجبا مستحيل أبيعه. أوكي كويس. في الكام عندنا ماتا. ماتا حلو كويس. سي ام، أوه أحتاج سي ام، أحتاج سي ام كويس. أوكي طيب على هذه الخطة نحتاج سي ام أوكي، ونحتاج ار بي لأن فالنسيا كبير عمره 30، ويمكن ال دبليو بدل مارسيال لان قوته تعتبر ضعيفه مقارنه بمختاريا ولا شيء. وفي حال نبعنا ابراهيموفيتش راح نشتري مهاجم غيره. يب فاخترنا يا جماعه في الوسط ثلاث لعيبه. عندنا نينجولن اللي مره 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 ابي، وعندنا فيراتي برضو اللي بيكون خرافي. تخيل فيراتي وبوجبا، واو. عندنا برضو هامشيك اللي بنفس عمر نينجولن وبنفس الطاقه اللي هي 85، فتقريبا هذول افضل ثلاثه اقدر اشتريهم وينفعوني مره 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 في مركز سي ام. وبالنسبه للاربي يا جماعه برضو اخترت ثلاث لعيبه اللي هو كارفاخال من ريال مدريد، وعندنا اورير، وعندنا فلورينزي. اتمنى الصراحه يجيني اورير، جدا جدا خرافي هذا اللاعب بشكل مو طبيعي وصغير فيقدر انه يتطور معاه. تدريب اوكي خلينا ندرب اللعيبه. وهذول يا جماعه اللعيبه اللي راح ندربهم. عندك راشفورد، مارسيال، بوجبا، بيلي، شو. صراحه اليونايتد طلع عندهم لعيبه مره خرافيه. خلينا نسوي محاكاه للكل، يا رب يتطورون يا رب. يلا هي 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 تكفون كلكم. ايه ايه سي دي دي اوكي جيد. طيب خلينا نسوي تقدم يا حبيبي، نشوف هل بيردوا علينا الأندية. اوكي ردوا علينا الأندية يا جماعة. روما يقول لي ب 67 مليون عشان نينجولن. اوكي نفس الكلام مع حمسك. اورير 55 مليون ظهير يا ابن الحلال. فلورنزي 42 مليون. اوكي اوكي اوكي. طيب خلينا بعرض على نينجولن. ابيه الصراحة نينجولن 67 مليون غالية يا اخي. طيب بعرض عليهم كارك كلاعب وبنقص هنا فيصير 57 مليون. 55 مليون وكارك. يلا ادلعكم بعد، اعطيكم سي ام بدل اللي بتبيعوا. ونفس النظام مع اورير، عطهم فالنسيا ونقص 35 مليون. يلا يا والله انا نقصت كثير ما اتوقع يكملون، بس روح روح. طيب همسك وفلورنزي خلهم على جنب، في حال ما حد قبل منهم عرض نروح لهم. استفسار 90 مليون فيراتي يا ابن الحلال، صل على النبي. اهو اوكي قلنا صغير وعمره 23 بس 90 مليون يا ابن الحلال. الله معليش الله معليش فيراتي والله ما ادفع. كارفاخال 61 مليون يا رجل يا رجل، والله طماعين يا جماعه. ايش هذا؟ اوه عندنا مباراه. اوكي طيب خلينا بلعب بالتشكيل الاساسيه. محاكاه، المباراه ضعيفه، بيفوزوا خمسه يا رجل. يلا يلا. كم
أربعة يا سلام، إبراهيموفيتش ومارسيال وراشفورد وفالنسيا سجلوا. واو نسوي تدريب للعيبة، يلا تطوروا يا عيال تكفون. تدريب للعيبة يا حبيبي بي بي سي دي دي ما في ولا واحد تطور للآن. تم قبول عرض أوريان يا سلام 35 مليون وفالنسيا يا عمري الله عليك والله راتبه 110. أبشر أبشر مليون، ما طلب شيء والله. طيب 110 مليون أربع سنوات، لاعب مهم ولا حاسم نعطيه؟ أطى لاعب مهم عشان لا يقول لي ولا أنت ما في لعب ما في لعب لي كثير. أطى لاعب مهم. نسوي تقدم يا حبيبي، عندنا مباراة ضد الانترناسيونال. نقول ما قبلوا او روما ما قبلوا العرض، يقول اللاعب اللي عرضت لهم مو كويس والمبلغ مو كافي. حمدوا ربكم يا شيخ عطيكم كارك اسطورة. نعطيهم الاسطورة الثانية. هذا عاد لا تقول لي مو اسطورة، عاد في الليلي يا سلام يا سلام، الاسم هيبة يا رجل. نعطيهم في الليلي و 55 مليون. يلا عاد روما يلا زبطونا يا شيخ زبطونا. طيب خلينا نشوف يا حبيبي مباراة ضد الانتر، يا رب الفوز. يلا هي يا عيال مباراة ضد الانتر، بسم الله. اوكي فزنا 1-0، صح عليكم يا مختارين هو اللي سجل الهدف. اريد ان اقول ان يقرق بعض الشيء بعد قراءتي بعض التحليلات تحت، اريد ان اطلب منك اعطائي فرصة اخرى لفت انني افضل شخص هذا المعنى. لان حطيت احتياطي فقال اريد ان العب. ها احطك يا ماتا ابشر من اي واحد يطلب والله. تلاقوا المدرب زيي. يلا روما يلا، هي عرض انتقال، تم قبول العرض. اوريير يا سلام جالا واللاعب يا حبيبي، اوريير 35 مليون وفالنسيا. اوكي وافق يا حبيبي، تعال يا اوريير اول صفقة يا عيال. تلقينا عرض انتقال للاعب اخوان ماتا، اوكي من البايرن. اوكي يا جماعة خلنا ننهي اول حلقة بهذا العرض. عندنا ماتا يا جماعة عارضين للبايرن 43 مليون، عمره 28 فيعتبر مو صغير، وقوته 85 يعتبر كويس. فاكتبوا لي يا جماعة في الكومنتس ونشوف الحلقة القادمة هل نبيعه أو لا، وأعطوا لايك يا جماعة إذا تبون نكمل السلسلة. بس هذا كان اليوم، كان معكم أخوكم آدم أو زومي كيلر تشكيو. مع السلامة.